بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة دروسنا التعليمية التي تقدمها لكم قناة علاء الدين التعليمية. الدرس اللي فات احنا طبعا اتعلمنا ازاي نضيف صورة جديدة او ننشئ صورة من خلال امر فايل، ونختار الامر نيو او كتر لين من الكيبورد ولوحة المفاتيح. تظل طبعا النافذة اللي ظهرت قدامي دي، طبعا عندنا اللي هي التمبلت، تمبلت الامر تمبلت اللي هي القوالب، وده بيديني ابعاد جاهزة للصورة. ممكن اختار اي قالب من القوالب اللي موجودة دي، وطبعا بيديني ابعاد سواء الارتفاع او العرض. انا اختار مثلا وليكن الامر اللي هو 1024 في 768 اللي هو ارتفاع في العرض، او ممكن كمان من خلال الايمج سايز اتحكم في الويدث او الهايت اللي هو العرض والارتفاع. ممكن استخدم من خلال مؤشر الفاره. كمان ممكن ان انا اختار اللي عندي حاجه اسمها الادفانسد اوبشن، خيارات متقدمه، اتحكم طبعا في الريزوليوشن اللي هي دقه الصوره، وده طبعا ما بيأثرش على الابعاد. كمان عندي الكالر سبيس اللي هي التدرجات اللونيه سواء الار جي بي او الجراسيكال، اللي هو الجراسيكال طبعا بيتكون من اللي هو اللون الابيض والاسود، وممكن كمان مزيج من اللي هو اللون الرمادي. كمان عندي الفيل ويز اللي هي التعبئه، ده تعبئه الصوره ممكن من خلال الفور جراوند كالر اللي هو اللون الامامي اللي ظاهر في مربع الادوات او صندوق الادوات التول بوكس، او من خلال اختار الامر باك جراوند كالر برده اللي هو ظاهر اللي هو اللون الخلفي اللي ظاهر في التول بوكس. عندي كمان ممكن اختار الامر وايت اللي هو لون ابيض، او ترانسبرنسي اللي هو لون شفاف، واقول له اوكي. طبعا لو ضغطت الامر اوكي طبعا بيضيف لي صوره جديده زي ما ظهر قدامي عندي في نافذه الصور اللي هي الايمج ويندوز. يبقى ده اللي هو اللون الشفاف، او عندي اللون الخلفيه طبعا زي ما احنا عملنا دلوقتي. النهارده ان شاء الله طبعا هنتعلم مع بعضنا استخدام بعض الادوات، او ان انا ازاي احدد بعض الادوات على الجزء من الصوره اللي عندي. عندي استخدم اول اداه اللي هي الريكتانجل. طيب الاول تعال نتعرف ازاي ايه هي طرق او ازاي اجيب الاداه دي. من خلال اول حاجه التول بوكس او صندوق الادوات او مربع الادوات اللي هو ظاهر قدامي فيه الادوات دي، احدد الاداه واضغط على الاداه، او من خلال قائمه تولز. يبقى الطريقه الاولى من صندوق الادوات، الطريقه الثانيه من افتح قائمه تولز الموجوده في شريط القوائم، قائمه تولز يعني ادوات، اختار الامر سيليكشن تولز، واختار الاداه اللي انا عايزها سواء الريكتانجل او الاليبس سيليكت زي ما طبعا هنشوف ان شاء الله مع بعضنا. يبقى ممكن اختار اللي هي اداه الريكتانجل سيليكت، او ممكن من صندوق الادوات اضغط عليها، وطبعا طالما ضغطت عليها مره واحده اقدر استخدمها في اي وقت طول ما انا ضغط عليها، الا اذا ضغطت على اداه ثانيه. لو طبعا ازاي نرسم بقى على او نحدد على الصوره، من خلال الضغط على زر الامر زر الايسر للماوس، او زر الامر الايسر للماوس اللي هو المفتاح الايسر، اضغط عليه الضغط مع السحب وارفع ايدي من على الماوس، الاقي ان انا عملت التحديد على شكل مستطيل. يبقى اذا اداه الريكتانجل بتستخدم للتحديد على شكل مستطيل. لو ضغطنا في اي مكان تاني وضغطنا مع سحبنا كده هلاقي برضو التحديد على شكل مستطيل. ده من خلال هي اداه اللي هي الريكتانجل سيليكت. لو ممكن نرجع الامر تاني اندو، تعالى نضغط مره تانيه الضغط مع السحبه، هلاقي ان انا عملت المستطيل بالشكل ده. لو ضغطت مره تانيه هلاقي في ملاحظه هنا ان المستطيل الاول اللي انا رسمته او حددته الجزء اللي انا حددته في البدايه طبعا اختفى او اشتغل خالص وبدا فيه جزء جديد. وده طبعا لو بصينا في خيارات الادوات من تحت اللي هو التول اوبشن، هلاقي ان طبعا عندي اداه اللي انا كنت بضغط عليها اللي انا واقف عليها دلوقتي اللي هي ريبليس، وده طبعا بيقول لي استبدل ريبليس ذا كارنت سيليكشن، يعني استبدلها بالاداه اللي انا محددها. يعني يعتبر لو انا ضغطت هنا تاني دلوقتي فانا بقول له الاداه اللي انا بحددها استبدلها لي بالاداه اللي انا محددها قبل كده، فبالتالي هيسيب لي الاداه دي، هيحدد لي هيعمل لي اداه جديده ويلغي لي الاداه الاولانيه طبعا، لان انا ضغط على الامر اللي هو ريبليس ذا كارنت سيليكشن اللي هو شكل المستطيل ده او الشكل الاحمر اللي ظهر في خيارات الادوات. طيب لو جينا ضغطنا على الامر الثاني اللي هو لو وقفنا عليه كده الاقي ظهر معايا حاجه اسمها اد تو ذا كارنت سيليكشن. اد تو ذا كارنت سيليكشن معناه ان انا بضيف تحديد طبعا ثاني اللي هو التحديد الحالي، فبضغط عليها يبقى انا كده حددت الامر الثاني اد تو ذا كارنت سيليكشن. تعال نضغط في اي مكان ثاني هلاقي ان التحديد الاولاني ثبت او احتفظ به وحدد لي جزء ثاني من الصوره. يبقى بالتالي نعرف ان الامر اد تو ذا كارنت سيليكشن لان انا واقف عليه بمؤشر الفاره في خيارات الادوات اهو. الامر ده بلاقي ان هو اد تو ذا كارنت سيليكشن بيحتفظ او بيثبت التحديد اللي انا بعمله ثاني اهو، الضغط مع السحبه.
طبعا لو ضغطنا على subtract from the current selection ده امر هنحتاجه دلوقتي لو انا عايز ارسم شكل تاني داخل مستطيل. يعني لو جيت ارسم شكل تاني جوه المستطيل بداخل التحديد اللي انا محدده هلاقي ان التحديد دلوقتي يعني المفروض ان انا بعد ما بحدد بيبقى شكله متقطع زي ما ظاهر في الثلاث اشكال اللي انا محددهم. لا، هلاقي في اللي لما انا حددت مستطيل هلاقيه بالشكل ده. طبعا لو جينا نحدد مستطيل خارج التحديد الاقي شال المستطيل اللي انا كنت محدده داخل، وده طبعا لانه لازم اضغط على الامر الثالث الظاهر في التول اوبشن صندوق الخيارات خيارات الادوات اللي انا بشيل ليه ده وهضغط عليه دلوقتي. تعالى كده نضغط بقى نحدد شكل تاني داخل المستطيل هلاقي ان هو عمل لي شكل جديد، وطبعا هيثبته لي. اضغط على Add to the current selection عشان يحتفظ به، ونضغط في اي مكان تاني هلاقي ان هو احتفظ بالشكل الاولاني خالص، وطبعا حدد لي جزء تاني كمان مستطيل. تعالى نرسم هنا تاني نعيد الامر ده تاني مره تانيه. اضغط كده واسحب هلاقي طول ما شكل المستطيل او اي اداه مستخدمه بالشكل ده اذا مش هيحتفظ بيها وهيشيل التحديد اللي انا محدده. يبقى بالتالي لو ضغطنا كده هلاقي ان هو عمل لي تحديد جديد هنا وشال المستطيل اللي انا كنت رسمه او الجزئيه اللي انا كنت محددها داخل المستطيل ده. فبالتالي لازم اضغط على اللي هي subtract from the current selection اللي هو الامر الثالث، واجي بعد كده ارسم او احدد الجزئيه بداخل المستطيل اللي انا محدده. طبعا هيحتفظ بنفس الشكل. طبعا طول ما انا ضغط على subtract في اي مكان يبقى بالتالي ده يعتبر subtract بيغير لي التحديد في خارج المساحه من بره خارج التحديد نفسه او التحديد داخل التحديد الاولاني اللي انا كنت محدده. لو ضغطنا على add tract add اللي هو add to the current selection وجيت رسمت الاقي بيحدد لي جزئيه مره ثانيه مفيش اي مشاكل فيها. طبعا لو جينا للاداه اللي هي ellipse select وضغطت على الاليبس select الاقي ان هي بترسم لي على شكل بيضاوي. طبعا واحد طبعا لو سألنا ان احنا هلاقي الشكل ده ليه ما بقاش جزئية او شكل متقطع، هلاقي ان انا ضغط على اللي هو subtract يبقى لازم اضغط الاول على add to the current selection قبل ما احدد اي اداة، علشان كده لان انا برسم خارج من خارج الاشكال اللي انا محددها. اما لو كنت هرسم داخل الاشكال هستخدم الامر اللي هو subtract from the current selection ده لو انا احدد جزئيه داخل التحديد اللي انا محدده زي ما انا حددت كده. اما لو احدد جزء في المساحه الفاضيه اللي هو خارج التحديد اصلا يبقى لازم اكون ضاغط على add to the current selection علشان تحتفظ لي بالتحديد. تعالى نرسم الامر مره ثانيه اهو هلاقي اني رسم لي شكل طبعا اللي هو الشكل الدائري. اذا الاليبس سيلكت اداه الاليبس سيلكت تستخدم للتحديد على شكل دائري او شكل بيضاوي، دي اداه الاليبس سيلكت. اداه الفري سيلكت الاداه الثانيه دي بتستخدم لتحديد جزء غير منتظم، يعني لو انا عندي جزء غير منتظم مثلا في الصوره وعايز احدده طبعا بستخدم اداه الفري سيلكت. يبقى اداه الفري سيلكت بتستخدم لتحديد جزء غير منتظم. اضغط كده وبروح على الجزء بعد كده ممكن مثلا يبقى بيعمل لي نقط ارتكاز واضغط في النقطه الثانيه وابدا احدد كده لو في جزئيات مثلا غير منتظمه وليكن في كل مكان ببدا احدد من الصوره وابدا يعني مثلا ده اهو لو ضغطنا عليه كده ممكن مثلا اهو وحدد الشكل البيضاوي بالظبط لانه طبعا هو مش منتظم مش زي المستطيل. المستطيل طبعا لو بصينا له هنلاقي ان هو شكل منتظم. ممكن كمان طبعا ده بيتوقف ان انا لازم اروح عند البدايه واضغط عليها، فبالتالي لازم احدد لو في جزء منتظم ببدا من اول بدايه وابدا الف حوالين الجزء اللي انا احدده لغايه ما انهي عند البدايه واضغط على اول نقطه ارتكاز في البدايه، وبكده يكون حدد لي الجزئيه اللي انا عايز استخدمها. وطبعا استخدم الامر قط اللي هي نقل من او القص من قائمه ايديت. كمان لو عايزين الاداه الرابعه اللي هي اداه الفاز سيلكشن ودي اداه تستخدم لتحديد مساحات لونيه متشابهه. يبقى اداه المساحات اللونيه او تحديد جزء من المساحات اللونيه المتشابهه اللي هي الفاز سيلكشن. وبكده يكون خدنا النهارده ان شاء الله بعض ادوات التحديد اللي ممكن استخدمها في التحديد اجزاء من الصوره او جزء او اكثر، وإن شاء الله نتابع في الدروس الجاية بعض الأدوات التانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.